أسعدتم بالخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من قناة المكلا المحلية. بداية نستهلها بأبرز العناوين. وكيل أول حضرموت يطلع على نشاط فرع مصلحة الهجرة والجوازات في ساحل المحافظة. مؤسسة موانئ البحر العربي تناقش مع الوكلاء الملاحيين آلية تفعيل الغرفة الملاحية. الأشغال العامة بالمكلا توقف مطبخ محلي لبيعه أسماك الحنين بطريقة مخالفة.